olmakla adam olmakla kalmayın. Kız çocuklarının eğitimi için engellerden birisi savaştır. Savaşta Kur'an demezler. وعدم تعليم البنات من أهم عواقب هو اختلاط الزهور والإيمان. عواقب تعليم البنات هو الانخفاض بها في المنزل مساعدتهم على التعادل التعليمي مع أخواجهم في المجتمع والأعراف والتقاليد والزواج المبكر. Kız çocuklarının eğitimi önemli çünkü büyüyünce çocukları yetiştirecek. تعليم البنات مهم بسبب تحقيق ذاتها وخصوصا في الظروف الراهنة. تعليم البنات مهم بسبب اكتساب البنت شخصية قوية تعمل على تحديات الحياة. تعليم البنات مهم لتكون قيادية في المستقبل. مهم بسبب التعامل والقدرة على التفاهم مع الآخرين والزوج والأطفال. مشاركتنا ودعم هذا الفيديو. يرجى منكم دعمنا ومشاركة هذا الفيديو.